بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي من متابعي منصة الإسكول التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع الجبر وهناخد من الوحدة الثانية الدرس الثاني اللي بيتكلم على الدالة الأسية. الدالة الأسية هي إحدى مجموعة من الدوال، إحنا درسناها قبل كده، أخذنا في السنين اللي فاتت الدالة الثابتة، أخذنا الدالة الخطية، أخذنا الدالة التربيعية. السنة دي في الوحدة اللي هي قبل كده اخذنا دالة المقياس وعرفنا ازاي بتترسم وخواصها، وبعدين اخذنا الدالة الكسرية وعرفنا ازاي بتترسم وخواصها، وبعدين كمان اخذنا الدالة التكعبية. امتداد ليهم بقى النهاردة هناخد موضوعنا اللي هو الدالة الأسية. الدالة الأسية لها نوعين من الرسم هنشوفهم بيانيا، وكل نوع ليه خواص معينة وكل نوع ليه شروط معينة. بعد ما ناخد الرسم البياني للدوال هنستخدم الخواص اللي احنا اخذناها قبل كده، يعني هنشوف الدالة او المنحنى بتاع الدالة ممكن نعمل له ازاحة ثنية، ممكن نعمل له ازاحة صدية، ممكن الاثنين مع بعض، هنشوف الشكل البياني بتاعه ازاي. هنتكلم على الخواص برضو نفس الخواص اللي اخذناها في الدروس اللي فاتت، يعني ممكن نطلع من الرسم البياني المجال، ممكن نطلع المدى، ممكن نطلع الاطراد، ممكن نطلع نوع الدالة اذا كانت زوجية ولا فردية، كمان ممكن نشوف الدالة اذا كانت احادية، هنعرف برضو اذا كانت الدالة دالة نمو اسي ولا تضاؤل اسي. الكلام ده كله برضو في الاخر خالص هيبقى مرتبط بمجموعة من المسائل الحياتية اللي مرتبطة بموضوع الدرس بتاع النهاردة، وده هيبان من خلال مجموعة من الامثلة والتمارين اللي بتغطي كل المواضيع. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. الدالة الأسية بيبقى فيها نوعين من الدالة، هنشوف كده كل نوع على حدة. النوع الأولاني زي ما احنا شايفين كده، الدالة دي اسمها دال س تساوي أ أس س، أ ده اللي هو الأساس بشرط إن الأساس ده بيكون أكبر من الواحد. الصورة بتاعت الدالة الأسية دي بنكتبها كده، دال س بتساوي 2 أس س، عشان كده سميناها دالة أسية. تمام، هنشوف ازاي بالتفصيل ازاي بتترسم، لكن احنا كل اللي يهمنا الشكل العام للداله. طيب ان الداله الاسيه تكون على الصوره بصفه عامه، دال س بتساوي الف اس س، والف اكبر من الصفر، والف مش بتساوي كام الواحد، او الف اكبر من الواحد ومش بتساوي الواحد. تمام، طيب منحنى الداله يمر بالنقطه صفر وواحد. لو احنا لاحظنا كده دايما منحنى الداله الاسيه اللي هي على صوره دال س تساوي 2 اس س او 3 اس س بتمر بالنقطه صفر وكام؟ صفر وواحد. طيب احنا قلنا ان المجال بتاع الداله الاسيه على محور السينات المجال بيساوي ح، لان الداله راح على محور السينات السالب وراح على محور السينات الموجب، يبقى المجال بتاعي من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه، يعني المجال بيعتبر ح كله. طيب المدى، المدى بنجيبه من على محور الصادات. اخلي بالي ان المنحنى بتاع الداله الاسيه بيقترب تدريجيا من محور الصادات لكن لا يقطعه، لا يقطعه، يعني معنى كده ان الصفر هنا مش هيكون محسوب معايا، يبقى المدى بتاعي من محور الصادات من الصفر مفتوح لغايه موجب ما لا نهايه على محور الصادات، يبقى ده المدى بتاعي من صفر لغايه موجب ما لا نهايه، وخلي بالي ان الصفر بيكون مش مغلق، مفتوح. طيب النوع، واضح ان الداله دي ليست زوجيه او فرديه، ليه؟ لانها لا متماثله حول محور الصادات ولا متماثله حول نقطه الاصل، ادي احنا بنراجع مع بعض. طيب الداله دي تزايديه على مجالها، احنا قلنا لو في واحد راجل واقف هنا على اقصى اليسار بقيس من هنا الاطراد على اقصى اليسار، يبقى الراجل ده هيطلع ولا هينزل؟ واضح ان هو هيطلع المنحنى، يبقى الداله دي داله تزايديه على مجالها اللي هو يعتبر حق. طيب لو خدنا خط مستقيم يوازي محور السينات في اي مكان من هنا هيقطع في كام نقطة؟ هيقطع في نقطة واحدة، يبقى الدالة دي تعتبر دالة احادية. لو عملت كده خط مستقيم هيقطع في نقطة واحدة من عند اي مكان في الدالة، يبقى الدالة دي تعتبر دالة احادية. الدالة دي بنسميها دالة نمو اسي، ليه؟ لان معامل الاساس اللي هو الاتنين ده يعتبر اكبر من الواحد، بنسميه دالة نمو اسي طالما معامل الالف ده يعتبر اكبر من الكام؟ اكبر من الواحد. تمام، الداله دي احاديه زي ما احنا قلنا، لان اي مستقيم افقي يمر يوازي محور السينات بيقطع منحنى الداله في نقطه واحده.
طيب الصورة الثانية دال س تساوي ألف أس سالب س. ألف أس سالب س دي يعني هتبقى مثلا لو أخذنا فيها مثال هتبقى دالة س بتساوي يقصد بألف أس سالب س يعني مثلا 2 أس سالب س. عايزين نكتبها كده ماشي، عايزين أس سالب س عايزين نكتبها كده نص، باعتبار ان 2 أس سالب 1 بتساوي نص أس س برضو تعتبر شكل آخر للدالة. يبقى النوع الثاني لو كان عندي ألف أكبر من الواحد تاخد الصورة دي، لو ألف أكبر من الصفر وأقل من الواحد يعني الأعداد اللي محصورة بين الصفر وبين الواحد يعني نص ربع تلت الحاجات دي كلها، يبقى في الحالة دي الشكل العام بتاع الدالة زي ما احنا شايفين قدامي بالشكل ده. نفس الحكاية منحنى الدالة يمر به النقطة صفر وواحد، جميل. المجال الدالة ح، المدى بتاعي برضو هنا المنحنى يقترب من محور السينات الموجب لكن لا يقطعه، يبقى المجال بتاعي يعتبر هنا صفر برضو مفتوح لغاية موجب ما لا نهاية، ده يعتبر المدى. طيب الدالة لو احنا وقفنا على اقصى اليسار، كل مرة لازم اقف على اقصى اليسار، لو في واحد راجل واقف هنا يبقى الراجل ده هيطلع ولا هينزل، واضح انه هينزل، يبقى الدالة تناقصية على مجالها اللي هو يعتبر ح. تمام، مدى الدالة قلنا يعتبر صفر وايه وموجب ما لا نهاية. واضح هنا ان الدالة برضو ليست زوجية او فردية، الدالة تناقصية على مجالها، الراجل هنا هينزل يبقى الدالة تناقصية على مجالها اللي هو يعتبر ح. الدالة هنا هنسميها دالة تضاؤل أسي. ليه تضاؤل أسي؟ لان الاساس هنا ده يعتبر اكبر من صفر واقل من كام الواحد، يبقى دالة تضاؤل أسي. واضح ان هنا الدالة برضو هتبقى دالة احادية لان اي مستقيم هنرسمه هيوازي محور السينات هيقطع المنحنى في نقطة واحدة، يبقى كده دي تعتبر دالة ايه؟ دالة احادية، وادي المعطيات اللي هي موجودة عندي. تمام كده يا جماعة، ده الشكل العام بس ان تبقى عارف ان الدالة الأسية لها الشكلين اللي موجود قصادي ده، بس ببقى عارف ان هو ساعة ما يديني الدالة ألف أكبر من الواحد يعني 2 أس س بتترسم بالشكل ده من الربع الأول للربع الثاني. طيب لو هنا أس نص أس س أو تلت أس س كسر أس س بشرط الكسر ده ما يعديش الواحد يعني أكبر من الصفر وأقل من الواحد، يبقى الدالة هتيجي من الربع الثاني للربع الإيه؟ للربع الأول. منحنى الدالة دال س تساوي ألف أس س، منحنى الدالة ده هو صورة لمنحنى الدالة ده. تمام كده؟ يعني لو رسمت الاثنين كده قال لي ارسم منحنى الدالة 2 أس س، هقول له هنا كده بيمر بالنقطة كام؟ بيمر بالنقطة 0 1. طيب نص أس س هقول له هنا كده بيمر بالنقطة برضه 0 1، صح كده؟ لو رسمناهم على منحنى واحد يبقى الدالة دي صورة الدالة دي بالانعكاس على محور الإيه؟ على محور الصدارة. تمام كده؟ ماشي. نشوف الأمثلة، بيقول ارسم منحنى الدالة بشرط ان مجموعة الاعداد الحقيقية هي المجال والمجال المقابل مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة دال س تساوي 2 اس س، متخذا س تساوي او س تنتمي للكلام ده كله للفترة دي كلها، يبقى يقصد بايه؟ ان انا هرسم الدالة من سالب 3 ل 3 وده يعتبر الايه؟ المجال بتاع الدالة. ومن الرسم اوجد قيمة تقريبية، قيمة تقريبية يبقى انت وانت بتطلع القيمة بتكتب الرمز ده كده بالتقريب، بالتقريب لكل من ده الواحد ونص وده سالب نص، ثم وجد قيمة س عندما ده س تساوي 7 وادرس منحناها. طب نشوف موضوع الرسم، هعمل جدول وحط فيه قيم س اللي هي من سالب 3 لغاية 3، الدالة عبارة عن 2 أس إيه؟ 2 أس س، دي الدالة اللي أنا بعوض فيها دالة س. ماشي، نعوض، هنحط س بتساوي صفر يبقى الصفر 2 أس صفر بواحد، هنحط س بسالب واحد يبقى 2 أس سالب واحد بنص، هنحطها بسالب 2 يبقى 2 أس سالب 2 بربع، هنحطها بسالب 3 يديني 8، طب هحطها بواحد موجب يديني 2، طب هحطها ب 2 تديني 4، هحطها ب 3 يديني كام؟ 8. يبقى هرسم النقط دي كلها على المحاور، سالب 3 و 8 سالب 2 وربع سالب واحد ونص، وبعدين صفر وواحد، واحد واثنين، اثنين واربعة، ثلاثة وكام؟ ثلاثة وثمانية. ادي الرسمة بعد ما حطيت النقط
اللي عليها اكسات زي ما احنا شايفين كده، وصلناها ببعض طلع المنحنى بالصوره اللي انتم شايفينها دي، برضو يقترب السينات لكن ايه، لكن لا يقطعه. طيب تمام، انا كده رسمت الداله، انت عايز ايه بعد كده؟ قال لي عايز ايه؟ قال لي عايز قيمه تقريبيه لكل من 1.5. بروح على 1.5 بالموجب. 1.5 فين؟ ادي الواحد وادي الاثنين، يبقى 1.5 مكانه هنا، واطلع بسهم لغايه ما يقابل ايه؟ ما يقابل منحنى الداله، وشوف السهم ده هينزل على محور الصادات يقابل كام؟ يقابل في المنطقه دي. انا عندي هنا مربعات صغيره اعرف الرقم ده بالتقريب، وضع هنا 2، هنا 2.5، يعني هنا 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، عشان كده بنكتب هنا ايه؟ بالتقريب، تقريبا يطلع كام؟ 2.8 من 10. تاني ده السالب نص، يبقى هنا زي ما رحت هنا ورحت على محور السينات شفت 1.5، هروح هنا على محور السينات اشوف السالب نص. فين السالب نص؟ هنا 0 وهنا سالب 1، هنا مكان السالب نص، بروح عند السالب نص هنا واطلع برضو بشعاع لغايه ما يقطع المنحنى، واروح على محور الصادات. محور الصادات هيقطعه فين؟ قطعه في الحته دي، واضح ان هو هنا قبل الواحد، يعني ممكن يكون 9 من 10، ممكن تكون 8 من 10، ممكن يكون 7 من 10، فبكتب هنا بالتقريب يطلع كام؟ 7 من 10. برضو اللي يكتب هنا 8 من 10 يطلع صح، اللي يكتب هنا مثلا 2.7 من 10 طالما هو عايز في المسألة قيمة ايه؟ قيمة تقريبية. تمام. طيب حل المعادلة، دال س تساوي 7، دال س اصلا كلها اللي هي تعتبر اسمها ايه؟ اسمها ص، يبقى هنا هروح العكس، اروح على ص بتساوي 7، ص بتساوي 7، واقطع المنحنى، يبقى هرسم الشعاع بالشكل ده، واضح ان الشعاع ده عكس كل اللي انا عملته هنا، يبقى بدل ما ابتدي من س وبعدين اروح لص، هنا طالما قال لي حل المعادله دال س اللي هي اصلا ص بتساوي 7، يبقى هقول له عندما ص تساوي 7 يبقى س تساوي كام؟ انزل على محور السينات تطلع س بحوالي 2.8 من 10، 2.9 من 10، 2.7 من 10، المهم بايه؟ بالتقريب. طيب ندرس بقى الداله، الداله بتاعتي دي كلها مجالها يعتبر من كام لكام؟ ما اقدرش اقول ح، ليه؟ لان هو اداني الفتره دي، دي كده تعتبر المجال من سالب 3 ل 3، يبقى المجال من سالب 3 ل 3. تمام. طب المدى من كام لكام؟ اول نقطه على محور الصادات واخر نقطه على محور الصادات، هنا النقطه دي كده الصفر مش محسوب معايا، يبقى بدل ما اقول صفر وموجب ما لا نهايه، لا، صفر واكبر رقم هنا على الصاد كام؟ 8، يبقى صفر و8 لغايه هنا ده يعتبر المدى. واضح ان الداله هنا تزايديه، قلنا لو في راجل واقف هنا كده يبقى الراجل هيطلع كده، يبقى الداله دي تزايديه بصفه عامه على مجالها. الداله طبعا ليست فرديه او زوجيه لانها مش متماثله حول محور الصادات ولا متماثله حول نقطه الاصل. الداله احاديه لان لو رسمنا اي خط مستقيم هيقطع منحنى الداله في نقطه واحده. واضح ان هنا في المعطيات اصلا هنا مديني الداله شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ 2 اس س. طب الاثنين دي اخبارها ايه؟ هتقول لي الاثنين دي تعتبر اكبر من الواحد، يعني الف اكبر من الواحد، وطالما الف اكبر من الواحد يبقى دي تعتبر دالة ايه؟ نمو اسي. نشوف الحالة التانية، الحالة التانية قلنا لو قال لي 2 اس سالب س، فانا هسهلها لنفسي، 2 اس سالب س دي كده هعملها كده نص اس س، ونفس الخطوات اللي فاتت هعملها برضو هنا، مديني المجال من سالب 3 لغاية 3، هرسم الجدول واشوف قيمة الحاجات اللي هو عايزها. هنرسم الجدول بس المرة دي هنا الدالة كده عاملة كده نص اس س، يعني مش 2 اس س، يعني لما نحط القيم بتاعتي في الجدول هتلاقي القيم بالعكس، يعني هنا لو حطيت هنا سالب 1 سالب 1 يبقى دي هتتقلب تبقى كام؟ تبقى 2، صح كده؟ طيب يبقى هنحط هنا سالب وهنحط هنا سالب عشان ناخد بالنا بس، ونحط هنا سالب ونحط هنا موجب وموجب وموجب. انا القديم ده بتاع الداله اللي فاتت، بس انا عايز ارسم الداله دي اجرب نص اس 1 يديني كام؟ نص اس 1 بالموجب يديني نص، نص اس
اتنين بالموجب يدينا ربع، اس تلاتة يدينا تمن. طب نص اس سالب واحد يبقى المعكوس الضرب بتاع دي باتنين، سالب اتنين باربعة، سالب تلاتة يديني كام؟ يديني تمانية. نرسم منحنى الدالة اللي يعمل كده، جاي من الربع التاني والربع الرابع، ودي نفس النقطة اللي احنا اشتغلنا عليها في الجدول اللي فوق. تمام كده؟ طيب نشوف عايز ايه بقى هنا كده؟ عايز دال سالب اتنين ونص، اروح على اتنين ونص، اتنين ونص بالسالب يبقى مكانها هنا، هطلع بخط مستقيم من عند الاتنين ونص واشوف يقطع منحنى الدالة في كام ويقابل محور الصادات، يبقى دي تعتبر القيمة التقريبية اللي هو عايزها، خمسة واربعة من عشر. طيب دال سالب ربع، دال سالب ربع، نيجي بقى هنا عندي دال سالب ربع ونقف شوية عشان نعرف ان احنا هنرسم سالب اللي هي الدالة الأسية الأصلة اللي عندي هنا كام؟ هنا نص، صح كده؟ جميل، نص. طيب نص أس سالب ربع تديني كام؟ فبروح على السالب ربع هنا كده، السالب ربع في الحتة دي هو هنا كده يعتبر سالب واحد، هنا النص، السالب ربع في المنطقة دي، يبقى طلع من الحتة دي كده هيقابل محور الصادات في كام؟ يبقى يدينا قيمة تقريبية بحوالي واحد واحد من عشرة أو واحد واتنين من عشرة. طيب حل المعادلة، اتنين أس س بتساوي سبعة، يعني السبعة دي هي بتمثل محور ده ايه؟ محور الصادات. تمام كده؟ يبقى اروح على محور الصادات عند السبعة واروح اقابل منحنى الدالة اشوف هيقطع عندي كام؟ هيقطع عندي حوالي سالب اتنين وتمانية من عشرة. المجال بتاع الدالة هو الفترة اللي هو مدهني سالب تلاتة وتلاتة. المدى بتاعي، المدى برضو على محور الصادات، يبقى من صفر لغاية اكبر قيمة، لان هنا ما قاليش ليه المجال بينتمي لح، عشان اقول له المدى من صفر الموجب من النهاية، امال اكبر قيمة كام؟ تمانية. يبقى من صفر لغاية الكام؟ من صفر لغاية التمانية. الدالة واضح ان احنا لو وقفت على اقصى اليسار هنا في واحد راجل واقف هنا، يبقى لو الراجل هينزل ولا هيطلع؟ الراجل هينزل، يبقى الداله هنا تناقصيه على مجالها بصفه عامه. واضح ان الداله ليست فرديه او زوجيه، واضح ان الداله احاديه عشان لو رسمت خط مستقيم هيقطعها في نقطه واحده. واضح ان هنا الالف هنا كده يعتبر اكبر من الصفر واقل من الكام؟ من الواحد، لان الالف هنا بكام؟ بنص. يبقى الداله هنا اسمها ايه؟ داله تضاءل اسي، تضاءل اسي. طيب نشوف بعض الامثله بتيجي ازاي. بيجيب لي الرسم مرسوم جاهز بتاع اشكال معينه من الدوال ويقول لي والله اختار الشكل المناسب لكل داله. شكل واحد، ادي شكل واحد، نشتغل عليه كده شويه. شكل واحد، والله الداله دي بتمر بالنقطه كام وكام؟ بتمر بالنقطه صفر وواحد. جميل، صفر واحد، يبقى الدالة دي تعتبر شكل عام للدوال اللي عندي، يبقى تعتبر اتنين أس س، تعتبر تلاتة أس س، أشوف كده هنا كده يعتبر اتنين أس س. تمام. طيب الشكل التاني، النقطة دي تعتبر رأس الدالة، بتمر بالنقطة كام وكام؟ هنا واحد وواحد، واحد وواحد. طيب اسم الدالة دي هيكون ايه؟ هو اصلا الداله لازم تمر بالنقطه كام؟ صفر وواحد، صح كده؟ طيب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا السينات زادت كام؟ زادت واحد، يبقى حصل لها هنا ازاحه على محور السينات قدرها كام؟ واحد وحده في اتجاه محور السينات الموجب، يبقى السينات زادت كام؟ السينات زادت واحد. طب احنا عارفين ان اصلا الصفر بتاع س ناقص واحد تعتبر س بكام؟ بواحد، يبقى شكل اتنين ده يعتبر دال س بتساوي 2 أس س ناقص 1. تمام؟ دي إزاحة إيه؟ إزاحة سينية. تمام؟ طيب النقطة دي أخبارها إيه؟ برضو هنا لازم عيني تروح على هنا، بيتقاطع مع محور الصادات فين؟ في النقطة دي، النقطة دي كام وكام؟ 0 و2. تمام، نرجع برضو للدالة الأصلية دي، الدالة الأصلية دي بتقول إيه؟ بتقول إن محور إن هنا السينات بصفر والصادات بواحد، طب إيه اللي حصل؟ هنا كام؟ اتنين، يبقى زاد بمقدار كام؟ واحد، يبقى دي أصلاً كانت هنا وطلعت بمقدار كام؟ بمقدار واحد. تاني، الدالة هتبقى عاملة كده، دي كده الدالة الأصلية.
فطلعت على محور الصادات إزاحة قدرها كام؟ واحد. أمال دي كانت عاملة إزاي؟ دي كانت عاملة كده. الدالة كانت هنا. اللي حصل لها إزاحة على محور السينات قدرها كام؟ واحد. شوفوا كده الفرق بين الاثنين. تمام. يبقى هنا إزاحة الصادات يبقى الدالة الأصلية، الدالة الأصلية 2 أس س زائد 1 اللي هو يعتبر إيه؟ الصادات. يبقى الدالة شكلها عامل كده. تمام. طيب الدالة دي واضحة تقولي يبقى دي اللي فاتت بس اللي جاية دي، بس أنا عايز أتأكد اللي جاية دي شكلها عامل إزاي. خلي بالك الدالة دي، الدالة دي عبارة عن كام؟ 2 أس سالب س كده وقبلها سالب، في فرق بين كده سالب 2 الكل أس س وسالب 2 الكل أس سالب س. دي مش دالة أسية ولا دي دالة أسية. ليه؟ لأن الأساس عدد إيه؟ سالب. أمال إيه ده؟ في فرق بقى بين دي كده، هنا 2 أس س دي دالة أسية، الاتنين هنا موجبة، أو الدالة اللي عندنا دي كده تفسيرها هيبقى عامل كده سالب شرطة قوس نص أس س. ها تمام كده. طيب نمسك واحدة واحدة. الدالة دي أصلا بتمر بالنقطة كام وكام؟ صفر وسالب واحد. تقول لي الله، وهنا في كام قبلها؟ في سالب. تقول لي دي انعكاس في محور السينات، انعكاس في محور السينات. يعني الدالة دي أصلا، الدالة دي هنا لو اعتبرنا في واحد يبقى الدالة دي كانت جاية كده. اللي حصلت حصل انعكاس على محور السينات، عشان كده من النقطة صفر واحد للنقطة كام؟ صفر وسالب واحد، عشان كده حطين الإشارة اللي بينهم دي إشارة سالبة بره الدالة خالص. يبقى هنا كده دال س بتمثل شكل كام؟ شكل 4. طيب ده بقى اللي قلناه، الدالة دال س سالب نص أس س زائد واحد، ليست دالة أسية لأن الأساس ماله؟ الأساس بينتمي لحاء السالبة، أو الأساس يعتبر سالب. أمال إمتى الدالة دي تكون دالة أسية؟ لو بقت كده نص أس س زائد واحد، وهنا بره إيه؟ وهنا بره السالب، دي تعتبر إيه؟ دالة أسية. تمام. إذا كان دال س بتساوي 2 أس س، فإن دال س زائد 3 تساوي نقط في دال س. هقول له ماشي، أنت هنا 2 أس س، تمام كده؟ طب لو اشتلت س وحطيت س زائد 3 هيبقى شكلها عامل إزاي؟ هيبقى عامل شكلها كده، 2 س زائد 3. جميل. طب ده إيه؟ ده الأس. الأس هنا مجموع، ينفع نعمله كده؟ يبقى 2 أس س في 2 أس 3. أيوة، ما هو إذا كانت الأساسات متحدة ممكن أجمع الأسس، صح كده؟ طيب 2 أس س أصلا دي اسمها إيه؟ اسمها دالة س، يبقى دي تعتبر دالة س. في 2 أس 3 بكام؟ ب 8، يبقى أحط هنا كام؟ يبقى أحط هنا 8. طيب إذا كان دال س بيساوي نص أس س، فدال س في دال سالب س تطلع بكام؟ هقول له والله هنا كده هقول له ادي النص اس س في دال سالب نص، هتبقى نص اس سالب س، يبقى هتساوي نص الاساسات متحده ضرب الأسس عبارة عن جمعها، يبقى س زائد سالب س يبقى هتساوي نص أس كام؟ صفر. وأي حاجة أس صفر بكام؟ أي حاجة أس صفر بواحد. طيب دال س بيساوي أ أس س، تكون دالة تزايدية على مجالها عندما أ تنتمي ل كام او للفتره كام؟ تكون تزايديه على ح، لازم الشرط بتاعي يبقى كده ا اكبر
من الكام؟ ألف أكبر من الواحد، يعني هنا تنتمي الكام لكام؟ تنتمي للفترة واحد وموجب ما لا نهاية، صح كده؟ والواحد هيكون مفتوح، وطبعا الموجب ما لا نهاية هيكون مفتوح. الدالة دال سين ألف سين أس سين تكون تناقصية على مجالها عندما ألف تنتمي الكام؟ هتقولي تنتمي للفترة ألف أكبر من الصفر وأقل من الكام؟ من الواحد. يبقى الفترة المفتوحة من عند الصفر والكام؟ من عند الصفر والواحد. مدى الدالة دال سين يساوي نص أس سين، مدى الدالة بيساوي صفر وموجب ما لا نهاية، الصفر مفتوح والموجب ما لا نهاية مفتوح، وقلنا قبل كده في الأمثلة اللي احنا اتعرضنا لها. طيب رقم خمسة، هيبقى عندي مجموعة من الاختيارات، الاختيارات دي كده بيقول إذا كانت ألف ألف أكبر من الثلاثة فإن قاعدة الدالة الأسية التزايدية هي أي واحدة في الثلاثة دول؟ ألف أكبر من الثلاثة، طب هنا ألف بكام بثلاثة؟ هو بيقول أكبر من الثلاثة يبقى دي ما تنفعش، طب هنا أقل من الثلاثة يبقى دي ما تنفعش، طب هنا ألف على ثلاثة، أقول له خلي بالك بقى ما هو هنا عايز أكبر من الثلاثة، يعني لو حطيت هنا مثلا أربعة يبقى واحد وتلت، وشرط الدالة الأسية التزايدية ان ألف بتكون اكبر من الواحد، يبقى الاختيار بتاعي هيكون ده. طيب دالة الانماء الأسي، دالة الانماء الأسي تكون قاعدتها على الصورة دال سين بتساوي ألف اكبر من الواحد، مش كده؟ دي مش هتنفع الماء أسي، 3 أس سين هي دي اللي هتنفع الماء أسي. طيب دالة التضاءل الأسي ألف أكبر، الشرط بتاعها من الصفر وأقل من الواحد، يعني التلتين تنفع؟ أيوة التلتين تنفع. منحنى الشكل واحد اللي هو الشكل اللي عندي ده يمثله الدالة دال سين تساوي، شكل واحد ده دال سين تساوي المنحنى الأولاني شكل واحد، ولا يمثله المنحنى الثاني اللي هو شكل كام؟ شكل اثنين. الشكل واحد ده بيمثل الدالة ايه؟ هتقول لي بيمثل الدالة واضح هنا، اختيارات عندي اثنين أس سالب سين ولا اثنين أس سين ولا الصادات ولا السينات ولا الصور. اثنين أس سالب سين دي خلاص انا بعرف اترجمها هتبقى نص أس سين. طيب 2 أس سين دي تبقى جاية من الربع الأول للربع الثاني، يبقى واضح إن 2 أس سين اللي هتمثل الشكل رقم كام؟ واحد. الشكل رقم 2 دي جاية من الربع الثاني للربع الإيه؟ الربع الأول، يبقى دي اللي هتاخد نص أس سين. الخط البياني لمنحنيي الداليين 1 و2 يقترب من محور السينات لكن لا يقطعا. منحنى الشكل واحد هو صورة صوره لمنحنى الشكل رقم 2 بينعكس في محور الايه؟ الصادات، زي ما احنا شايفين كده منحنى الشكل 1 هو صوره لمنحنى الشكل 2 بينعكس على محور الصادات، لكن بصوره عامه لو دي تعتبر داله يبقى هنقول الداله دي تعتبر داله ايه؟ داله زوجيه، لانها متماثله حول محور الايه؟ حول محور الصادات. طيب تعال نمثل الداله اللي قدامنا دي، داله س بيساوي 2 أس مقياس سين. الله، هو ينفع يدخل المقياس في الدرس ده؟ المقياس أخذناه في الدرس اللي فات. أيوة، مع المقياس ده أصلا لما بيجي يتفك بيتفك كده، أخذناه في الحصة اللي فاتت، سين بالموجب وسين بالسالب. الشرط بتاعي بيكون إيه؟ بيكون إن سين أكبر من أو تساوي صفر المقياس وسين أقل من صفر المقياس، ده الشرط بتاعي. يبقى هنا الاثنين دي هتتعمل كم مرة؟ مرتين. هيبقى هنا في دالتين، اتنين أس موجب سين واتنين أس سالب سين، يبقى دي تتفك مرتين اهو، اتنين أس سين واتنين أس سالب سين، تمام. يبقى أنا وانا برسم الدالة دي هبقى خلي بالي، يعني لو انا رسمت كده رسم كروكي كده لنفسي كده، هنا 2 أس سين 2 أس سين اهي كده بتمر بالنقطة كام؟ واحد وصفر، بس هنا بيقول لي ايه؟ سين أكبر من الصفر، يبقى هقف لغاية هنا لأن كل الجزء ده من المنحنى أكبر من الصفر، تمام. مش هكمل هنا بقى لأن هنا ايه؟ يعتبر أقل من الصفر،
مش هنا كده يا جماعه، في محور السينات الموجب وهنا في محور السينات السالب. جميل قوي. يبقى هنا الداله هتقف عند النقطه 0 و1، مش هتعدي كده. طيب الشرط الثاني نص، دي تعتبر كام؟ نص اس س. طب رسمتها تيجي ازاي؟ من الربع الثاني للربع الاول. يبقى الرسمه بتاعتها هتبقى جايه عامله كده، لانها كلها في الجزء السالب. هنا الشرط بتاعي في الجزء السالب وهتقف لغايه هنا، مش هتروح في الجزء الموجب بناء على الشرط اللي موجود قصادي كده. تقول لي الله دي شكل الداله التربيعيه، اقول لك اه. وانت بتتكلم بقى على خواص الداله الاسيه دي كده، هتتكلم على خواص الداله الايه؟ الداله التربيعيه. تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل. س قلنا بتفك مرتين، 2 اس س لما س تكون اكبر من الصفر، و2 اس سالب س لما تكون س اقل من الصفر. كده انا عملت ايه؟ كده انا فكيت المقياس بس مره بالموجب ومره بالايه؟ بالسالب. وقلنا الداله دي تعتبر شكل تاني لها بيبقى نص اس س. برسم الدالتين، برسم الدالتين زي ما احنا قلنا، وبعد ما احط نقط مساعده بس كده عشان ارسم احدد الداله هيطلع الشكل ده، لكن مش مطلوب انك تعمل جدول ولا حاجه. تمام. طيب بيقول لي ادرس الداله دي بقى كلها. خلي بالك، خلي بالك الداله دي 2 اس س، الشكل العام بتاعها جاي كده، جاي كده بيقترب تدريجيا من محور السينات لكن لا يقطعه. ونص اس س الشكل العام بتاعها كده، بيقترب تدريجيا من محور السينات الموجب لكن لا يقطعه. امال ايه اللي حصل عشان نفهم الشروط دي كده يا جماعه؟ قال 2 اس س، فين 2 اس س؟ الداله دي 2 اس س. قال لك امشي بحيث تترسم في الجزء اللي فيه س اكبر من او يساوي صفر. طيب ده محور السينات الايه؟ الموجب. طيب وهنا محور السينات الايه؟ السالب. انت عايز ترسم فين؟ قال لك اكبر من الصفر، يبقى هرسم في الداله دي، يبقى هرسم في الجزء ده كده، كل ده اكبر من الصفر، اكبر من الصفر لغايه هنا هقف. اول ما اروح هنا يبقى اقل من الصفر، يبقى الجزء ده كده مش محسوب معايا. طب الداله الثانيه نص اس س جايه من الربع الثاني وتمر بالنقطه 0 و1، فين؟ قال لي في الجزء السالب اقل من الصفر. طب ما كل ده جزء السالب بس هقف لغايه هنا، اول ما اروح هنا يبقى غلط. ليه؟ لان الجزء ده رايح للموجب، يبقى الداله دي جزء الرمادي بس. طيب نتكلم بقى على المجال. مجال الداله هنا رايح من سالب ما لا نهايه لهنا الموجب ما لا نهايه، يبقى المجال بتاعي يعتبر ح، او اجيبه من هنا. اكبر من اكبر من او يساوي الصفر واقل من الصفر، يبقى المجال هنا يعتبر ح. طب المدى ابتدى منين؟ ابتدى من هنا، يعني المدى يعتبر من كام؟ من واحد لغايه انا طالع فوق، يبقى رايح لغايه موجب ما لا نهايه. انا بتكلم كان طالب فاهم مش حافظ، كل ده بعمله من الصد قبل ما اعمل خطوات الحل. طب جميل، الداله دي نوعها ايه؟ الداله دي هتقول لي والله لو انا خدت جزء هنا كده قد جزء هنا كده هيطلع جزئين دول كده متساويين، يبقى الداله دي متماثله حول محور الصادات، يبقى الداله دي تعتبر داله زوجيه. جميل. طيب عايز اتكلم على الاطراد، اول ما اتكلم على الاطراد هتقول لي والله بدرس الاطراد من على اقصى اليسار. كان هنا في راجل، واضح ان الراجل كده هينزل وبعد كده الراجل ده هيطلع هنا كده، يبقى الداله تناقصيه. منين؟ من سالب ما لا نهايه لغايه الصفر. طب الداله التزايديه من فين؟ من الصفر لغايه موجب ما لا نهايه. الاطراد باخده من على محور السينات. طيب الداله دي احاديه ولا ليست احاديه؟ واضح ان هنا اي مستقيم يمر بمنحنى الداله ويقطع اكتر من نقطه تبقى الداله دي ليست احاديه. واضح ان هنا هيقطع في كام نقطه؟ في نقطتين، يبقى هنا الداله ليست احاديه. تمام كده، ادي المعطيات اللي هي موجودة قصادي عندي، كل اللي اتكلمناه بالتفصيل يعني. طيب اخر حاجة عندي تطبيقات تقول الى معادلات على الصورة الاسية اللي احنا شايفينها دي، وزي ما قلنا في بداية الدرس التطبيقات دي بتبقى من واقع الحياة. يعني ايه؟ عندي دالة النمو الاسي ودالة التضاءل الاسي. دالة النمو الاسي بتبقى بالصورة دي، د ن بيساوي الف ونفتح قوس واحد زائد ر الكل اس ن عشان امثل الداله بتاعت النمو الاسي اللي هي بالشكل ده. طيب ايه هي بقى كل الحاجات دي كلها؟ ن
نون تعتبر ايه؟ نون تعتبر الفترة الزمنية اللي هو هيدهاني في المسألة بتاعت النمو. نون الفترة الزمنية بتاعت النمو. في رصيد في البنك بيزيد، في حاجة المحصول بيزيد، يبقى دي تعتبر الفترة خلال الفترة الزمنية 3 سنين 4 سنين وهكذا. طيب ألف دي بتعتبر القيمة الابتدائية للنمو، يعني لو عندي مثلا القطعة الأرض دي مثلا جايبة مثلا في جايبة دلوقتي 1,000,000 جنيه، طيب بعد 20 سنة هتجيب كام؟ يبقى دي ابتدائي، ابتدائي القيمة الابتدائية للأرض جايبة كام؟ 1,000,000. طيب هتنمو بعد كده سعرها؟ اه هينمو بعد كده سعرها. طب بعد كام سنة؟ بعد 10 سنين اللي هي تعتبر ايه؟ نمو. طيب افرض انا حاطط فلوس في البنك وبعدين الفلوس دي بتزيد بفايدة بزيادة قدرها مثلا 5%، يبقى ليه دي بتمثل ايه؟ النسبة المئوية للنمو، ونون دي هي تعتبر ايه؟ نون دي. يبقى دالة النمو الأسي بنسبة مئوية ثابتة في فترات زمنية مالها متساوية، والنسبة المئوية دي تعتبر ايه؟ ثابتة طول السنين دي كلها. طيب ايه هي بقى المعطيات اللي عندي؟ نون هي الفترة الزمنية للنمو، الف القيمة الابتدائية للنمو، ر هي النسبة المئوية للنمو في الفترة الزمنية الواحدة، في الفترة الزمنية يعني في السنة اللي هي الواحدة. طيب دالة التضاعف الأسي بتبقى عكسها، نفس القانون بس الإشارة هتكون بالسالب، ونفس المعطيات اللي عندي، نون هي الفترة الزمنية للتضاؤل، وألف هي الفترة القيمة الابتدائية، وره النسبة المئوية للتضاؤل في الفترة الزمنية الواحدة. الكلام ده كله هيبان أكتر وأكتر من خلال مثالين، مثال على النمو الأسي ومثال على التضاؤل الأسي. اشترى رجل منزلا بمبلغ ده، هتقول لي والله دي القيمة الابتدائية، يعني ده يعتبر ألف. فإذا كان سعر المنزل يزداد يبقى كده في نمو، نمو أسي. طيب بمعدل 2.5، يبقى 2.5 دي بتمثل ايه؟ 2.5% بتمثل راتب كل سنة، كل سنة، يعني النون هنا تعتبر الفترة الزمنية بتساوي واحد. اكتب دالة أسية تمثل سعر المنزل بعد نون سنة من شرائه، ماشي. قدر الأقرب جنيه سعر المنزل بعد مرور 6 سنوات، يعني هشتري نون في المرة الأولانية وعوض عنها بكام؟ بستة في المطلوب التاني. طيب انا كده حددت المطلوب اللي عندي، نبتدي نحط القانون ونشتغل عليه. القيمة الابتدائية للشراء ألف مدهاني، النسبة المئوية اللي هي ر بتساوي الاتنين ونص على 100 تطلع 25 من ألف، دي اللي هي تعتبر ايه؟ تعتبر ر اللي حطها في القانون. الفترة الزمنية هو بيقول لي عايز بعد 6 سنين، بس هو بيقول لي اديني الشكل العام للقانون. يبقى هقول له دالة النمو الأسي اللي هي ده النون بتساوي ألف في واحد زائد ر. ألف موجودة بكام؟ موجودة عندي ب 135,000 زائد في مضروبة في واحد بتاعة القانون زائد ر، فكناها بكام؟ ب 25,000 الكل أسي. يبقى هتساوي هنا هنجمع الرقم ده على الرقم ده، هنا في ناقص صفر، هما 4 أصفار هنا، ماشي كده. يبقى المنزل قيمته كام؟ 1,350,000، تمام. هنجمع 1 زائد 25,000 يديني 1,25,000، يبقى دي كده الصورة الأولانية اللي هو عايزها، اللي هي بتمثل ايه؟ اكتب دالة أسية تمثل سعر المنزل، ادي الدالة الأسية، ادي الدالة الأسية، تمام. طيب عندما نون بتساوي 6 يعني بعد مرور 6 سنوات من شرائه، يبقى سعر المنزل حصل له ايه او وصل لكام؟ هو كان هنا البداية بتاعته ب1,350,000، طب بعد 6 سنوات يبقى هشتري النون وحط مكانها كام؟ 6 في نفس المقدار اللي عندي، وهعملها بالآلة الحاسبة،
هبص الاقي المنزل اصبح قيمته 1,565,585، يعني طبعا زاد عن المبلغ الاصلي اللي هو موجود عندي فوق ده. طيب يتناقص عدد المرضى بفيروس كورونا المستجد بمعدل 15%، يبقى هنا كده مديني ر 15%، يعني 15 على 100 دي معدل النقص في المرض، يعني 15 من 100. انا وانا ماشي كده بكتب المعطيات بتاعتي ر بتساوي اكتشف له علاج. فاذا كان عدد المرضى في احدى الدول 8 مليون يبقى دي كده بتمثل ايه؟ ألف اللي هي القيمة الابتدائية اللي انا هعوض بيها. اكتب دالة أسية تمثل عدد المرضى بعد نون سنة من اكتشاف الايه العلاج. خلاص كل حاجة موجودة عندي في المعطيات. وخلي بالي هنا كده كلمة يتناقص يبقى دي بتمثل ايه؟ بتمثل نمو ولا تضاؤل؟ هتقول لي بتمثل تضاؤل. مين؟ نحط القانون. العدد الابتدائي للمرضى هو قال لي 8 مليون، ماشي ادي 8 مليون. النسبة المئوية للناس اللي بتشفى من المرض كام؟ قال لي 15%، يعني كل 100 بيشفى منهم 15، يبقى كده 15 من 100 اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي تعتبر ايه؟ الفترة الزمنية للمرض قال لي 8 سنوات. هنجيب له دالة التضاؤل الأسي لأن هنا المرض بيقل، يبقى هتساوي ده النون بتساوي أدي ألف في واحد ناقص ر أس نون ونبتدي عملية التعويض. هنا 8 مليون مكان الألف هنعوض بيها، واحد ناقص ر تطلع اللي هي النسبة المئوية للتضاؤل 15%، هطرح واحد ناقص 15% يبقى 85% مضروبة في الكام؟ في 8 مليون الكل أس نون، ودي الدالة الأسية اللي هو عايزها في الأول اللي هو مطلوب الاول. قدر عدد المرضى بعد مرور 8 سنوات، يبقى هشتغل نون واحط مكانها كام؟ 8 سنين. بعد 8 سنين يبقى هحط هنا الاس 8 وهعمل بالآلة الحاسبة واشوف يطلع العدد كام. هيطلع 2,179,924، وهو كان اصلا المرض ابتدى بكام؟ ب 8 مليون، يبقى هنا ايه اللي حصل له؟ المرضى قل. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي نكون انتهينا من تدريس درس اليوم من فرع الجبر اللي كان بيتكلم على الداله الاسيه. عرفنا ازاي بنرسم الداله الاسيه بالحالتين بتوعها، لما يكون الف عدد اكبر من الواحد ولما يكون الف عدد اكبر من الصفر واقل من واحد، وكمان عرفنا نشوف الخواص بتاعه الرسم البياني لكل منهما. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه ثلاث لينكات، اللينك الاول عباره عن شيت اسئله، اللينك الثاني عباره عن شيت الاجابه بتاعه، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي الكتروني على موضوع الدرس حسب مواصفات الورقه الامتحانيه للمرحله الثانويه، يعني الاختبار هيكون في وقت محدد للاجابه، الاختبار هيصحح الكتروني، في نهايه الاختبار هتلاقي الدرجه موجوده عندك عشان تقدر تقيم مدى فهمك واستيعابك لمحتوى الدرس. والى اللقاء في درس اخر.